اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حكيم اعصاب. حلقه النهارده هنتكلم فيها على اشهر مشاكل المخ والاعصاب، وهي زياده كهربيه المخ. زياده كهربيه المخ او الصرع او التشنجات ليها اسباب كتير هنعرفها في الفيديو ده، وهنعرف كمان ايه طرق العلاج الحديثه لكل انواع الكهرباء الزياده. الكهرباء انواع، وزيادة كهربية المخ أنواع كتير. أول نوع هو النوع التشنجات العام اللي في كل الجسم، يعني نلاقي الشخص ده فقد الوعي وتشنج، وممكن عينيه تقلب لفوق وريم ينزل من بقه ويجز على سنانه ويعض على لسانه ويغيب عن الوعي تماما، وممكن أحيانا يحصل تبول لا إرادي أثناء هذه النوبة، وده ممكن يتكرر كذا مرة، وده ممكن يحصل في أي سن، من سن يوم لحد فوق 60 و70، أي وقت ممكن النوع ده يحصل. أسبابه بتبقى إيه؟ ممكن جداً ما يبقاش فيه سبب واضح، وبالذات في السن الصغير ممكن جداً ما نلاقيش سبب واضح، نعمل أشعاعات ونعمل تحاليل وما نلاقيش سبب واضح. بتبقى بؤرة كهرباء في المخ بتطلع كهرباء زيادة وبتؤدي لحدوث التشنجات من غير ما يبقى فيه سبب واضح. وفي بعض الأحوال ممكن إن إحنا نلاقي سبب في الرنين، لا قدر الله ممكن نلاقي ورم، نلاقي جلطة، نلاقي نزيف، نلاقي خراج، نلاقي مشكلة موجودة في المخ هي اللي أدت لكده. تاني نوع من أنواع الكهرباء الزيادة هو نوبات التغيب، وده النوع اللي بنسميه النوبات الصغرى، وفيها الطفل ممكن يغيب عن الوعي لمدة لحظات من غير ما يقع ومن غير ما يتشنج ومن غير ما يعض على لسانه ولا يجز على أسنانه، مجرد إن هو يبص بعينيه كده لفوق ويسرح شوية ننده عليه يا حمادة يا حمادة يا حمادة، حمادة ما بيردش، وبعد 3 ثواني نلاقي حمادة فاق وبقى زي الفل. دي اسمها نوبات التغيب، أكتر في البنات عن الولاد، وممكن تتكرر في اليوم كذا مرة، ممكن تحصل في اليوم الواحد عشرات المرات، وممكن انها تؤثر على التحصيل الدراسي بتاع الطفل لانها بتحصل له على مدار اليوم الدراسي بتاعه، فممكن ما يبقاش مركز، وممكن تحصل له جوه الامتحان وممكن ما يبقاش مركز، وده اللي يفسر احيانا التأخر الدراسي عند بعض الاطفال. تالت نوع من انواع الكهرباء وهي الكهرباء الخاطفه، اللي هي الرجفه او الفزه او النفضه، اللي هتلاقي المريض فز او فط او نفض مره واحده، ودي بتستغرق اقل من ثانيه، وده اسمه مايكلونس، ودي نوع من انواع التشنجات اللي هي مش تشنج كامل، احنا بنسميها تشنج، هي مش تشنج كامل، يعني الوعي ما زال موجود، ما بنفقدش الوعي، ما بنترميش على الارض، ما بنقعش، ولكن بتحصل فزة او نفضة، ودي كتير من الاحيان المرضى ما بياخدوش بالهم منها وما بيروحوش للدكتور اصلا، وممكن ما يقولوش عليها للدكتور الا اذا الدكتور سأل عليها. يعني ممكن يجيلهم نوع مثلا من التشنج اللي هو التشنج الكامل، وبيكون بيجيلهم النفضات والفزات دي بقالها فترة ولكن مش واخدين بالهم، لما الدكتور يسألهم على الفزات والنفضات دي يقولوا ايوه فعلا بيجيلنا النوع ده. رابع نوع من انواع الكهرباء هي الكهرباء الجزئية او نوبات الصرع الجزئي. يعني ايه الصرع الجزئي؟ يعني مش كلي، يعني مش في عموم الجسم، يعني جزء واحد من الجسم هو اللي بيتشنج، ممكن الايد، ممكن الرجل، جزء واحد، وساعتها ممكن جدا المريض يكون محتفظ بكل تركيزه وبكل وعيه، ما يفقدش الوعي وما يقعش في الارض وما يتشنجش تشنج كامل، مجرد تشنج جزئي، ودي بنسميها نوبات الصرع الجزئي، ودي عادة بتحصل نتيجة إصابة في المخ، إصابة موجودة في المخ، وعشان كده لازم نعمل أشعة رنين مغناطيسي على المخ. خامس نوع من أنواع الكهرباء ودي بتحصل في الأطفال، بتحصل في شكل فزات أو نفضات مفاجئة، يعني تلاقي الطفل ده اتنى على بعض كده فجأة مرة واحدة، ممكن يتدب لدرجة إن دماغه تخبط في الأرض ويتدب تاني بعدها ودماغه تخبط في الأرض، بنسميها تقلصات طفولية أو infantile spasm، ودي لو موجودة لازم إن احنا نعمل رنين مغناطيسي على المخ، ولازم نعمل رسم مخ، ولازم نعمل بعض التحاليل زي تحاليل التمثيل الغذائي، وقد نحتاج لبعض التحاليل الأخرى. سادس نوع من أنواع الكهرباء الدروب أتاكس أو الوقعات المفاجئة، فجأة الواحد يتدب على الأرض، الأتونيك فيتس، يعني إيه؟ يعني فجأة يروح مرمي على الأرض، ممكن يفقد الوعي وممكن ما يفقدش الوعي، وممكن تستمر لمدة ثواني ويقوم بعدها تاني بدون أدنى مشكلة. سابع نوع من أنواع الكهرباء هي نوبة جزئية، خلالها المريض بيلخبط،
يعني ما يتشنكش ولا يقع على الارض ولا يعمل اي حاجه، بس تحس ان هو ملخبط، سرح، يلخبط، يمصمص بشفايفه، يلعب بايديه، يقول كلام غريب، ممكن اكلمه ويرد عليا ردود غريبه، يقول كلام غريب لمده دقايق وبعدها يفوق، وممكن بعدها يخش في نوم عميق جدا. ليه؟ لان اللي حصل ده ما كانش لخبطه عاديه، دي كانت نوبه كهرباء زياده طالعه من الفص الصدغي، ونوبات الفص الصدغي بتكون نتيجه مشكله من احد فصوص المخ اسمه الفص الصدغي. تامن نوع من انواع الكهرباء بيحصل اثناء النوم. الكهرباء اللي بتحصل اثناء النوم ممكن تحصل في الاطفال، ودي بيبقى معاها الطفل ممكن يريل من الفم، يعني في ريالة تنزل من البق ويتوقف عن الكلام، يحاول يتكلم أو يحاول ينطق ما يعرفش يتكلم. في نوع تاني بيحصل أثناء النوم في الكبار، ودي بتحصل نتيجة مشكلة في الفص الأمامي من المخ. الفص الأمامي من المخ لو حصل فيه بؤرة كهرباء زيادة بتحصل أكتر أثناء النوم، وبتبقى نوبات متكررة وممكن تيجي كذا واحدة ورا بعض، وممكن محدش ياخد باله منها، يفتكرون إن هو نايم وبيرفص بس وهو نايم وخلاص أو بيحلم، ومحدش ياخد باله إن دي ممكن تبقى نوبات الفص الأمامي من المخ. تاسع نوع من أنواع الكهرباء هي نوبات بتيجي بشكل مغص في البطن، ودي أكتر في الأطفال. يحصل مغص والطفل يحس إن فيه كأنه روحه بتطلع، ويحس إنه عايز يرجع، ويحس بإحساس غريب في البطن، وممكن تشويش في الذاكرة والإدراك، وده اسمه أبدومينال إبيلابسي أو صرع البطن، يعني بيحصل مشكلة في البطن نتيجة خلل في كهربية المخ. آخر نوع من أنواع الكهرباء وهي الكهرباء اللي بتحصل في الفص الخلفي من المخ. الفص الخلفي من المخ هو المسؤول عن استقبال الصورة، استقبال الرؤية واستقبال الصورة بيحصلوا في الفص الخلفي من المخ. لو طلع كهرباء من الفص الخلفي من المخ، الطفل ممكن يشوف حاجات بتنور وتطفي قدام عينيه، ممكن يشوف أشكال قدام عينيه، ممكن يشوف هلاوس بصرية تستمر لمدة ثواني، وممكن بعدها يرجع، وممكن يبقى عرقان قوي وفي لخبطة في مستوى الوعي. بكده يبقى اتكلمنا عن أشهر أنواع الكهرباء سواء في الكبار أو في الصغيرين. تابعوني في حكيم أعصاب، ولو في أي استفسار ممكن تكتبوه في التعليقات وأنا هرد عليكم. بشكركم، أشوفكم الفيديو الجاي، وما تنسوش الاشتراك في القناة.